ورجعنا لكم مشاهدينا بآخر فقراتنا وضيوفنا المميزين لا اليوم. رح نحكي هلأ بفقرة ديكوريشن عن موضوع كتير مهم وهو عن تنسيق غرفة الطعام. يمكن غرفة الطعام داليا تعتبر من الأماكن المهملة عندنا في البيت، صح؟ ولكن اختيار الأثاث المناسب لإلها أول إشي رح يعطي شعور مريح وانت قاعدة، بالإضافة رح يفتح نفسنا أكيد على الأكل. حتى الألوان كمان فرح لازم نعيرها انتباه. طبعا أكيد. فرح نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع مصممة الديكور سارة مجدوب. يسعد صباحك سارة. يسعد صباحكم وصباح كل المشاهدين. صراحة يعني اشتقنا لك كثير. وأنا والله أكثر. لوجودك كمان معنا، نورتينا اليوم. ثانك يو. أنا كمان والله، أنت كمان شكرا. والله شرفتينا سارة. بدي أسألك أول سؤال بخصوص إنه إحنا عم نحكي عن غرف الطعام، إيش المعايير الأساسية اللي ممكن يتبعها الشخص أول ما يبلش يقرر إنه يصمم غرفة الطعام؟ أهم إشي لما بدنا نصمم غرفة ديكور إنه غرفة طعام لازم إنه إحنا ننتبه إنها تكون قريبة من المطبخ. هاي من أهم الأشياء. وبنفس الوقت بده يكون في عنا حمام للضيوف قريب منها. هلأ إيش المعايير أو الإشي اللي بيحكمنا؟ مساحة الفراغ وشكل الفراغ. نعم. اللي عنا هلأ غرفة الطعام أو السفرة. نعم. ممكن تكون بجزء معين أو ركن من الصالون للضيوف مثلا أو قريب من غرفة الجلوس، وممكن تكون لها غرفة لحالها، فهذا يسمى الفراغ، يعني المساحة اللي بدها تنحط فيها الفراغ. فشكلها ومساحة الشكل ومساحة الفراغ كتير بيحكمنا. كمان ضروري نراعي المساحات وإنه يكون في عندي حركة مريحة، يعني لما الشخص بده يقعد على طاولة السفرة بده أقل شيء 60 سنتي عشان يقعد براحته. صحيح. لازم نترك فراغ وراء الكرسي تقريبا يعني من 45 ل 60 سنتي برضو عشان نقدر نقوم ونقعد براحتنا. لازم أراعي عدد أفراد الأسرة أو مستخدمين طاولة السفرة، يعني إذا عائلة فيها مثلا 7 أشخاص 8 أشخاص بزبطش أحط لهم طاولة 6 أشخاص. صح. بدي أحسب حساب مثلا كمان للضيوف. لما مثلا بدي اشوف مثلا هدول الناس بيجي عندهم كثير ضيوف، فهاي الاسئله دائما احنا بنطرحها على الكلاينت لما نيجي بدنا نصمم لهم غرفه الطعام. طيب بس في بعض الاحيان يعني بتكون مثلا المساحه الفارغه المناسبه لغرفه الطعام مش ضمن المعايير اللي انت هلا ذكرتيها، انه مثلا تكون قريبه من المطبخ، قريبه من دوره مياه على اساس الواحد بس يخلص اكل اذا حب يروح يغسل. بهاي الحاله فينا نحطها طيب في المكان اللي موجود هو او متصمم لغرفه الطعام؟ هلا هي يعني اذا ما كانت بدها تكون بغرفه الجلوس او بغرفه الضيوف، يعني غير هيك ما رح يزبط. مرات بكون بالمطبخ مثلا ما لها وسع في غرفة الضيوف. إذا كانت بالمطبخ بده يكون يعني بتكون هي طاولة طعام أكثر من ما إنها طاولة سفرة. بس ممكن الواحد يعالج هالمشكلة، ممكن مثلا يحط بارتيشن أو يحط فاصل هو بين مثلا إذا كان بالمطبخ في عنا مساحة إضافية زي ما حكت فرح، ممكن إنه يحط الشخص فاصل ويفصل هاي المساحة. مزبوط. بس بتصير إنه يعني مكان مخصص للطعام مش إنه سفرة الضيوف، وبنقدر إنه إحنا نلجأ لأشكال من السفرة. هلأ عنا أشكال دائرية، عنا مربعة، عنا يعني هاي الأشكال بتاخذ مساحات أقل من المستطيلة لأنها بتتوفر بأحجام أقل. إذا كان دائرية بده يكون قطرها يعني مش كتير كبير عشان نقدر نوفر مساحة كافية ويقعدوا عليها جميع الأشخاص ويستخدموها براحة. طيب خلينا إحنا هلأ معناها نستعرض صور وخلينا نشوف أشكال لغرف طعام ونحكي سوا. تمام. على الموضوع. أوكي. هاي بداية. وين هون الصور؟ في عنا هاي خلينا نحكي يعني طاولة طعام تعتبر عم نشوف دائرية. هاي طاولة طعام دائرية، هاي كمان قطرها كبير. إذا بتلاحظي كيف فرح هون الدائرية بيكون برضه في فوقها جزء عشان تتحرك الصحون، يعني يقدروا جميع اللي قاعدين على الطاولة. هاي بحسها نوعا ما الدائرية اللي بتتحرك بدها عشاء عمل أكتر. لا حتى حلو هلا عم نستخدمها. ما بعرف هلا الإشي الكتير تقليدي أو المتعارف عليه هي السفر يعني السفرة المستطيلة. صحيح. مع إنه الدائرية والمربع برضه مميزة لا تقل ولا يقل فخامة عن السفرة المستطيلة. هون عم نشوف إنه كيف عنا هاي مربعة وبتوسع عدد أشخاص كبير يعني، وبرضه حلو شكلها وأنيقة. والكراسي شو رأيك فيهم سارة؟ مثلا عم نشوف هون هلأ كتير مهم طبعا إنه إحنا لما بدنا يعني نحضر ديكور السفرة يكون تابع لنفس نمط أو طراز البيت، يعني إذا أنا عندي البيت كلاسيك بدها تكون كلاسيك. صح. عندي البيت مودرن نفس الإشي، نيو كلاسيك بده يكون يعني كله متناسق مع بعض. نعم.
فعم نشوف كيف انه هون حتى الإنارة اللي محطوطة، انا كثير طبعا يعني كثير بركز على هاي النقطة دائما، انه لازم الإنارة تكون فوق طاولة السفرة او طاولة الطعام، ودائما الإنارة بتكون موجهة على الطعام مش على الأشخاص فوق طاولة السفرة عشان ناكل احنا بالطبع. واكيد طبعا هلا انا بحب انه يكون نازل الإنارة تكون نازلة، بس لازم نترك اقل شيء يعني بينها وبين الطاولة 80 سنتي. طب هلا اختيار الطاولة سواء كانت دائرية او مربعة او مستطيلة له علاقة بشكل الغرفة؟ قلت لك شكل الفراغ وحجم الفراغ. طب يعني مثلا غرفة مستطيلة نحط فيها مثلا طاولة دائرية، هل هذا الشيء يعتبر مناسب او هلا عادي ممكن برضه، يعني ممكن حسب احنا ايش المساحة اللي بدنا نحط فيها الطاولة، بس انه هذا لا يعني يعني اذا الغرفة مستطيل او اكيد يعني عادي بنقدر نحط فيها طاولة يعني ما في دائرية. اي مشكلة على هذا الموضوع. بس نكمل الصور معنا سارة. تمام. هلأ منروح على هاي حكينا عنها. هلأ أنا كمان بحب أركز على السجادة تحت السفرة دائما، يعني إذا أنا حاطة مثلا سفرة دائرية أو مربعة أو هيك برضو حلو إنه أحط أنا سجادة نفس الشكل. هلأ ممكن طبعا مربعة، بس دائما ننتبه لنقطة معينة إنه السجادة بده يكون حجمها كبير بحيث إنه الكراسي لما نسحبها عن طاولة السفرة تضلها فوق السجادة. كتير يعني كتير غلط، وهذا دائما بيعملوه انه بحطوا سجادة صغيرة، لما تسحبي كرسي الطاولة بيصير نص الكرسي برا ونصه ونص على السجادة. فهذا خطأ، اصلا الكرسي نفسه ببطل مستوي حتى بالقعدة، بصير مش مريح. سارة هلا عم نحكي احنا على اشكال الطاولات، بدي اسألك سؤال، هل لون الغرفة له علاقة بموضوع انها غرفة طعام؟ يعني هل في الوان معينة ممكن تكون مناسبة اكثر لغرفة الطعام؟ اكيد اساس تفتح قابلية في بلا في الوان يعني هاي بتفتح الشهية، مثلا الالوان الاحمر الاورنج الاصفر الاخضر، هدول الوان بنحب انه ندخلهم بغرفة السفرة طبعا مع الالوان المحايدة، يعني انه هدول بدخلوا بتاتشز معينة او بلمسات بنسب قليلة. بنحب نبعد عن البني الأسود الرمادي والأزرق. شوفي يعني الأخضر والأزرق كتير قريبين لبعض، بس الأخضر يعتبر أوكي. الأزرق كان خاطر لي إنه الأزرق ممكن من الألوان بتفتح النفس. لا لا، لأنه دائما مرتبط بالأشياء الكيميائية وهيك، ف يعني والبني والأسود مع إنه بتحسي هلأ هيك غالبا الناس صارت تلجأ للأسود على أساس إنه يعتبر يعني من الألوان الفخمة. الفخمة صح يعني هلا طبعا، بس انه يعني هاي بعلم الالوان هيك الدلالات، بس طبعا هاي يعني هاي قواعد بالنهايه. يعني مش شرط انه يعني انه احنا نمشي عليها حرفيا صح، لانه بسبب اختلاف الاذواق، بسبب يعني كل ناس عندهم ستايل معين، في يعني كل ناس بحبوا يتبعوا نظام معين في بيتهم بالالوان. عندنا صح. نظام اللالوني هذا اللي هو بيكون بس ابيض وجراي واسود صح. عندنا مثلا الالوان الترابيه عندنا، فحسب ايش احنا عاملين ستايل، حسب ايش احنا متبعين الوان. وانا دائما بحب استخدم الالوان اللي نفس الاشخاص بحبوها بفضلوها، يعني صح. اصحاب البيت ايش الوانهم المفضله بفضل انه استخدمها. يعني مش غلط معناها قبل العزومه نسال الاشخاص شو الالوان اللي بتحبوها اساس انه نحط لهم الاكسسوارات بالشيء اللي هم بحبوه. بعدين ما ننسى ساره كمان اوقات يعني هو الديكور تاع البيت نفسه بيقيدنا، يعني ممكن اقول انا حابه مثلا احط لون معين، بس الديكور مثلا كانت غرفه السفره صغيره ما بقدر اصلا انا اكون ورق جدران تكون غامقه، فاوقات بنتقيد بهذا الشيء. طب برايك على العموم سوري اعطيتك، بس انه انا بفضل دائما يعني الاثاث الوان محايده والالوان الجريئه بالاكسسوارات يعني المفارش هاي الاشياء اللي بدنا نستخدمها. طب المفروض هلا احنا نبلش باختيار ورق الجدران ولا الاثاث؟ يعني ايش اللي بتبع شو؟ الاثاث طبعا، الاثاث، وبناء عليه بنختار ورق الجدران. حلو، يعني بدايه احنا بنختار الاثاث، بعدين ورق الجدران، بعدها الاكسسوارات. بالضبط أكيد. والأكسسوارات عادة لازم نكسر فيها اللون برأيك، خاصة إذا كان هو زي ما حكيتي أنت نظام اللون العبارة عن رمادي وأبيض وأسود. أكيد يعني دائما التنوع والتغيير بيكون بالأكسسوارات، يعني مش غلط إذا كل فترة مثلا حبينا أنه نغير الألوان الأكسسوارات، هيك نشعر أنه عنا يعني إشي جديد صار. وبحب برضو نتنوع بالأكسسوارات بس بطريقة ناعمة، يعني ما نبالغ كمان. طب مثلا في ناس بحبوا يحطوا مع السفرة بوفيه،
وفي فضية. هدول دائما يعني لازم يكونوا موجودين بالنسبة للناس. بس إحنا كتصميم مثلا مو شرط هاي القطع تكون موجودة إذا ما إلها فراغ وإذا ما إلها مكان مناسب. وللأسف أنا بواجه إنه يعني حتى لما نيجي نصممه هيك إنه لا بيكونوا بدهم إياهم. طب أنتوا ما عندكم فراغ مناسب. صح. هم مقتنعين إنه بدونهم ما بتكمل الصورة. صحيح. مثلا بس لا هذا إشي مش صحيح أبدا. يعني خلص ممكن نكتفي إحنا بطاولة ولوحة بسيطة وبس البوفيه مثلا بدون الفضية. هيك رح يصير عندي برضو صورة حلوة. يعني مو لازم ناخد الشيء كامل. يعني إذا ما عنا مساحة كافية لا نستغني عن بعض القطع. لأنه لما نجيبهم ونحطهم فوق بعض رح يتشوه المنظر. فلا أنا بفضل إنه أوقات يعني بس حسب المساحة اللي عنا بنختار القطع. هلا اختيار لون طاولة الطعام برضه رح يكون أكيد بناء على اختيار العفش. إذا كانت مثلا محطوطة في غرفة الضيوف زي غالب بيوتنا هون بالأردن تعرفي بتكون طاولة السفرة بنفس غرفة الضيوف. صح. فإحنا يا جماعة بنختار لون طاولة الطعام بناء على العفش اللي إحنا أصلا بختارينه لغرفة الضيوف. طب هاي الحالة الإكسسوارات رح نتقيد فيها ولا عادي ممكن نكسر اللون حتى لو ما كان مناسب للون العفش بغرفة الضيوف؟ شوفي يعني أنا بحب إنه دائما درجات الألوان يعني تكون متناسقة. وممكن انه نعمل ميكس مثلا بس بطريقه تكون حلوه. يعني مش مثلا اجي احط شيء جولد شيء سيلفر شيء لا. يعني بدك انت لما تنسقي برضه تقدري توازني وتختاري مثلا درجتين بدك اياهم معينين بحيث انه تطلع الصوره مش مشوهه مريحه للنظر المفيحه. يعني بالضبط. اكيد. بعدين اللي عم بلاحظه انا ساره اخر فتره يعني اذا بتصححي لي انت معلومتي الموضه والاغلب يعني عم بروح دائما البساطه بطلت التعجيئات. صح. هاي والزخرفه وهاي. صح. الحركات والاشياء الذهبي بالضبط. بتلاقي هلا مثلا انه لا بتكون هيك الغرفه رايقه ما فيها العجقه حتى الاكسسوارز بتكون هي بسيطه. ففعلا هلا هيك الموضه يعني مزبوط. صح مزبوط. يعني زمان كانوا كتير يروحوا للسفر اللي فيها حفر وفيها وحجمها ضخم. يعني حتى بالنسبة للغرفة حجمها ضخم. فلا هلا بنروح لأشياء كتير أبسط ماتيريالز أبسط. بنفس الوقت تحسي فيها رقي. وحتى يعني برضو بالإكسسوريز وهاي الأشياء برضو عم نروح لهيك أشياء كتير ناعمة كتير سمبل كتير بسيطة وبتحسي إنه عن جد أحلى. طب شو رأيك بإكسسواراتنا إحنا؟ حلوين. عجبك. سارة بدي منك نصيحة نهائية لمشاهدينا في اختيار وتنسيق غرف الطعام. إنه أهم شيء أول إشي نشوف المساحة اللي عنا نختار قطع الأثاث وحجمها يكون مناسب للمساحة اللي عنا. نبعد عن الأشياء الضخمة والحفر إذا ما عندي مساحة كافية ونكتفي بالبساطة والأناقة. شكرا لك سارة على المعلومات الكتير حلوة رح نستفيد منها. أنا مني وعلي استفدت منها كتير ورح أروح على البيت هلا أغير كتير أشياء. أعطيك ألف عافية سارة. شكرا لتواجدك اليوم. شكرا على استضافتك.